تعيش الفنانة التشكيلية هاني أبو الحسن في عالمها الخاص، حيث تسترق بريشتها الفرح والحياة وتجسدهما حلما يغرق بالألوان. وكما تمزج هاني الألوان قبل الغوص في الرسم، تشعر الفنانة منذ 30 عاما بأنها جزء من ريشتها. أنا كرسامي بحب كلمتي وريشتي تعبر إنه كليتنا سوا بهالبلد، نشعر مع بعضنا، منا حكر حدا للمقاومة، لا حكر على حدا وزارة فلان وزارة علتان، هي حق للبنانية وحق للعيش المحترم للبناني. حولت هاني فنها إلى رسالة إنسانية قوية ومؤثرة، حيث كرسته في المساهمة في تمتين أواصر العيش المشترك بين اللبنانيين. ما في عندي لا حزنا ولا فرحا، في عندي دايما في أمل بلوحاتي، دايما بكون عم برسم الحزن إلا ما أترك إضاءة، الإضاءة دايما، والإنسان بعيش بلا أمل ما عنده شيء بحياته، دايما بحاول الألم اللي أرسمه لازم ضوي تا يكون في هالممر الضئيل اللي بيقدر الواحد يحس بالأمل اللي جاي الجديد، وإن شاء الله كل اللبنانيين يدعوا لهالبلد، وهذا همي الوحيد، بلدي همي الوحيد لبنان. أكثر من 5000 لوحة في جعبة هاني أبو الحسن، والرسالة مستمرة في رفع اسم لبنان عالياً.